كتبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الصيني فو يانغ غارقة استراتيجية إلى مؤسسة بروكنز في واشنطن، وتهدف الورقة المكونة من 27 صفحة لمساعدة القراء على فهم أصل القضايا النووية في كوريا الديمقراطية والجهود المبذولة وتقديم بعض التوجيهات لصناع القرار. وتناولت الورقة ثلاثة اتجاهات محتملة لتطوير القضايا النووية، كما أجابت على سؤال يتكرر كثيرا وهو: لماذا لا تتحمل الصين مسؤولية أكبر وتدفع كوريا الديمقراطية لوقف برنامجها للأسلحة النووية؟ ونقلت قولا مأثورا صينيا: من ربط الجرس يجب أن يكون الشخص الذي يحله. وهذا يعني أن الصين ليس لديها المفتاح الصحيح، وأكدت فو يانغ على مقترحات الصين المتمثلة في المسار المزدوج والتعليق المزدوج والمسار المزدوج، يعني نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية من جهة وحل المشاكل بالوسائل السلمية من جهة أخرى، في حين أن التعليق المزدوج يعني أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية توقف أنشطتها النووية والصاروخية مقابل تعليق التمارين العسكرية الكبيرة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.